السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعرف الفرنك الغيني، عملة غينيا. قدامنا الخمسمية فرنك غيني زي ما انتم شايفين باللون الأخضر، العملة إصدار 2018. ده الخمسمية فرنك من الخلف، خمسمية فرنك غيني. بعد كده عندنا الألف فرنك باللون البرتقالي، العملة دي إصدار 2017. 1000 فرنك غيني، دي 1000 فرنك من الخلف، فيها رسمة موز على اليمين ومعدات حفر وبناء في وسط العملة، من فوق في خريطة غينيا. بعد كده 2000 فرنك باللون الأخضر إصدار 2018، زي ما انتوا شايفين العملة باللون الأخضر، ومن الخلف فيها بعض الجبال الموجودة والنخل على يمين العملة، 2000 فرنك غيني. بعد كده 5000 فرنك غيني باللون الوردي، العملة إصدار 2015، عليها فتاة على شمال العملة، ومن الخلف صورة بحيرة وعود من الذرة باللون الرمادي في الأحمر. بعد كده 10000 فرنك غيني باللون الأصفر والأحمر، وعلامة مائية في وسط العملة، دي عملة 10000 فرنك غيني. بعد كده 10000 من الخلف، فيها غابة في وسط العملة وعلامة مائية في النص. بعد كده 20000 فرنك غيني من أكتر العملات، العملة دي إصدار 2020، من أكتر العملات اللي فئتها كبيرة، 20000 فرنك غيني. بعد كده 20000 فرنك غيني من الخلف. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الصورة، شكرا لكم جزيلا.